حسيت نادينا وعن ما بتفضلك على كوسي ولا ما هيدا اول صوره ما حسيت فضلتك عليه حسيت ليش طيب طب رح روح على ثاني صوره البادي لانجوج حسيت هلا شيء ولا لا كمان لا اوكي رح روح على ثاني صوره بدك تشوف رابع صوره في صوره وصوت اوكي خلينا نشوف هالصوره هذا الفيديو انا حكيت عنه مسبقا اذا بيعبر عن شيء بيعبر عن انسانه مرتاحه نفسيا مع حالها يعني لا أكيد هي بتعبر عن مشاعرها بكل اريحيه وما بتفكر باللي نحن عم نفكر فيه هلا